ناس تيجي تسألني أنا مش عارفة دلوقتي أنا عندي نقص فيتامين د ولا عندي نقص كالسيوم. خليني أقول إن الاتنين دايما بيكونوا مرتبطين مع بعض، لأن فيتامين د أو فيتامين دي هو من أهم العوامل اللي بتساعد في امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي. فلو امتصاص الكالسيوم فيتامين دي قليل، فبالتالي امتصاص الكالسيوم هيكون ضعيف، فده هينعكس برضو بالضرورة على نقص في الكالسيوم في الجسم. بعرف ازاي الكلام ده؟ الاعراض هتلاقيها متشابهه جدا، لكن في النهايه اللي بيكون بيعرفنا مين فعلا اللي فيه مشكله بيكون هو التحليل واختبارات الدم. فاوقات كتير في ناس بتكون بتاخد نسبه في عندها نسبه كالسيوم عاليه في جسمها بسبب ان هي بتاخد اقراص مثلا او مكمل غذائي للكالسيوم، لكن نسبه فيتامين دي قليله، فبالتالي الجسم مش قادر او ما عندوش القدره الكافيه ان هو يرسب الكالسيوم ده على العظم. فبالتالي بيكون البروتوكول العلاجي بيكون بيتصمم على اساس تحاليل كامله بتتعمل للمريض عشان خاطر نعرف بالظبط المشكله فين وازاي نقدر نعالجها.